هنا نقطة الهنجر، المدخل الوحيد لمحافظة تعز الذي تعيش حصاراً خانقاً من طرف الميليشيات الانقلابية منذ ما يزيد عن 5 سنوات. يمثل هذا المنفذ الذي يقع غرب مدينة تعز شريان الحياة الرئيسي للسكان بعد أن أحكمت الميليشيات الانقلابية سيطرتها على مداخل المدينة. هنا في شارع القصر الجمهوري تظهر الصورة حالة الطريق المؤدية إلى جولة القصر، والتي تقود إلى قلب المدينة من المدخل الشرقي والشمالي وتحديدا من دوار زيد الموشكي، إذ لم تكتفي الميليشيات بإقفال الطريق بل ضاعفت من زراعة الألغام فيها ومنع كل التحركات واستهداف كل من يحاول المرور عبر قناصاتها المنتشرة شرق المدينة، وهو ما فاقم من معاناة السكان منذ اندلاع الحرب. حصار تعز للسنة الخامسة على التوالي تم قطع جميع الطرق الرئيسية المودي ما بين تعز إلى بقية المحافظات الأخرى، ولم يبقى إلا منفذ بديل للدخول إلى مدينة تعز، وهو المنفذ الغربي المرتبط بمدينة التربة المودي إلى مدينة عدن، والذي يعتبر هذا المنفذ الوحيد لمدينة تعز لدخول كل الإغاثات الطبية والمساعدات الإنسانية، رغم خطورة الطرق ورغم وعورة الطرق ورغم بعد المسافة. مع استمرار إغلاق مداخل المدينة تتعقد الحياة داخلها يوما بعد آخر في ظل منع دخول المواد الأساسية والمواد الطبية إليها، وهو ما يجده التجار موسما طويلا لاستنزاف المواطن المضطر للحصول على أساسيات العيش. تحل علينا الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الجمهورية. نحن في تعز، طبعا تأذت تعز، تعز الآن تعيش تحت الحصار للعام الخامس، حصار مطبق إلا من جهة واحدة هي المنفذ الجنوبي إلى عدن. تضررت الحالة الإنسانية بشكل عام في تعز، نعيش أزمات مركبة الآن، غلاء في الأسعار، غلاء في المشتقات النفطية، وللأسف الشديد الأحداث الأخيرة في تعز، التمرد اللي حدث كمل أو مثل ما يقول زاد الطين بلة، فتعيش تعز مرحلة إنسانية أو كارثة إنسانية حقيقية. غياب بوادر التحرير من قبل الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي هو ما يسهم في اتساع رقعة المعاناة واستمرار تعقد الحياة للسكان، خصوصا مع استمرار إحكام سيطرة الميليشيات الانقلابية على مداخل المدينة وقصفها من الأطراف، لتبقى حياة مئات الآلاف هنا مهددة بالموت. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.